أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ذكرت وسائل إعلام عبرية تعرض جندي لطعن في محطة القطار في تل أبيب، وأشارت إلى أن الجندي أصيب بجروح خطيرة جراء عملية الطعن التي لم تذكر دوافعها وتفاصيلها. وذكرت صفحة 0404 العبرية أن فلسطينيا طعن جنديا من جيش الاحتلال في تل أبيب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي إغلاق بوابة المسجد الأقصى بوجه النساء من كافة الأعمار حتى الساعة 10 صباحا. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت منذ ساعات الصباح الباكر المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. أفادت مصادر صحفية بأن نقيب المهن الصحية أسامة نجار سلم نفسه للشرطة دون أن تتوفر مزيد من المعلومات. يأتي هذا بينما تواصل النيابة العامة التحقيق مع نقيب الموظفين العموميين بسام زكرنة ونائبه معين عنساوي في تهم تتعلق بالدعوة إلى إضراب في القطاع العام من جسم غير قانوني هو النقابة. تحت شعار مدن ذكية لمجتمع مبدع، انطلقت اليوم في رام الله فعاليات المعرض التكنولوجي 11 الذي يقام ضمن أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبوتك 2014، وذلك بمبادرة من اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا بالشراكة مع بلدية رام الله وبرعاية أساسية من مجموعة الاتصالات. إلى حالة الطقس، حيث تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا الثلاثاء صافيا مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. انتهى الموجز، في أمان الله.